تعرض الأرض الزراعية للتدهور بسبب قلة المياه، مما يؤدي إلى فقدان الحياة النباتية والتنوع الحيوي بها، ويؤدي ذلك إلى فقدان التربة الفوقية، ثم فقدان قدرة الأرض على الإنتاج الزراعي ودعم الحياة الحيوانية والبشرية. ويؤثر التصحر تأثيراً خطيراً على الحالة الاقتصادية للبلاد، حيث يؤدي إلى خسارة تصل إلى 40 مليار دولار سنوياً في المحاصيل الزراعية، وبالتالي زيادة أسعارها. الزراعة هي الركيزة الأساسية للتنمية، وتعد من أبرز القضايا القومية التي يجب أن تهتم بها مصر في الوقت الحالي، وهذا لتأثيرها المباشر على حاضر ومستقبل شعبنا وأمنه الغذائي. وقد رصدت الإحصائيات أن تبوير الأراضي الزراعية والتعدي عليها تسبب في تقليل الرقعة الزراعية في مصر بمقدار 50%. وصرحت إحدى الجهات السيادية أن مصر حددت سياستها الزراعية خلال القرن الجديد من خلال العمل على استصلاح واستزراع 3.4 مليون فدان حتى عام 2017 للوفاء بالاحتياجات الغذائية المتزايدة للسكان مع زيادة السكان. وبالتالي فأن مصر بحاجة لموارد إضافية للوفاء بمياه الري اللازمة لهذه الأراضي، والتي تقدر بنحو 20.4 مليار متر مكعب. وعن تصحر الأراضي الزراعية والتعدي عليها والري بالصرف الصحي نتحدث الليلة في خيط حرير. عشان نواجه أي مشكلة ونقضي عليها، لازم الأول يكون عندنا الجرأة نعرضها ونتكلم فيها بمنتهى الصراحة. سرقة وقتل وحرق، زي ما مقطع بنتي يتقطع هو. مليون حالة زواج عرفي في مصر. كلمت مراته وحكيت لها. نار الحزن مولعة في قلوبهم. احمونا واحموا أولادنا. حسب الله ونعم الوكيل. أشتاتا أشتوت. لا يمكن الزواج بين الإنس والجن. خطف الأطفال، تجارة البشر. الداخل مفقود والخارج مولود. تقولي إزاي؟ أقولك شوف اللي جاي. خيط حرير. إلى من يهمه الأمر، خيوط الحرير اتعقدت. مهزلة بيئية وصحية واقتصادية هتضيع أراضينا الزراعية تماماً وهتقضي على صحتنا وصحة ولادنا، وده إذا ما لقيناش حل سريع جداً جداً ليها. الحل المرة دي بقى مش في إيدينا إحنا، لا، لكن في إيد الدولة بكل قطاعاتها، من رئاسة الوزراء ووزارة الري ووزارة الاستثمار ووزارة البيئة. لما 70% من الأراضي الزراعية في كل محافظات مصر بتتروي بمياه الصرف الصحي، وده بسبب قلة مياه الري اللي المفروض تتروي بيها، ولما كمان مياه الصرف الصحي ما بتكفيش الري في الأراضي، فبالتالي بتتصحر وبتبور. يعني رضينا بالهم، والهم هو بقى اللي مش راضي بينا. ولما مافيا تبوير الأراضي الزراعية طماعين وسايبين كل الأراضي الصالحة للبناء، وبيبنوا بقى على الأرض الزراعية اللي هي بتأكل الشعب كله والدولة كلها، والدولة بقى هي اللي واقفة بتتفرج عليهم. مهازل الأراضي الزراعية كتيرة جداً في المحافظات. نص البلد فيها فشل كلوي من هذا العمل. أرجوكم 120 ألف فدان اتسحروا في منطقة مريوط في العمرية، باظوا من قلة المية. بنروح المصرف من هنا، مية المجاري ومية الخارنجة ومية الخرة والمغزي، وبنزرع منها وبناكلش منها حلو ولا بناكل منها حاجة خالص. البيارة بتضخ منه وبتشد المجاري من البلد، في البلاد كلها وبتجيبها هنا واحنا بناكل منها. لما 70% من الأراضي الزراعية في كل محافظات مصر بتتروي بمياه الصرف الصحي، إنتاجية المحاصيل كلها مدمرة. فشل ذريع للأسف بسبب سوء المياه. ليه كده يا مسؤولين؟ يعني اللي بيجي يستثمر عندنا نزهقه ونطفشه تاني بايدينا؟ يا جماعه ارحموا الفلاح الغلبان اللي بيطلع عينه واللي هو اللي شايل البلد. الى من يهمه الامر، احموا الاراضي الزراعيه في مصر. احنا النهارده هنشوف الميه اللي الخضار والفاكهه والقمح والرز وكل محاصيلك يا مصر بتتروي بيها،
هتشوفوا معانا ماكينات الري وهي بترفع المية من المصارف، مصارف الصرف الصحي يعني، اللي مليانة قمامة وحيوانات ميتة وصرف صناعي، حاجات تانية كتير قوي ما حبش أقولها. مع الأسف الكاميرا نقلت لكم الصورة بس، أما الريحة اللي احنا كنا شامينها واللي مستحيل أي حد يستحملها، للأسف الكاميرا مش هتقدر تنقلها. مش ممكن تتخيلوا ولا تقدروا تستحملوا الريحة دي، ولا تتخيلوا برضو أن انتوا بتاكلوا منها. هنشوف ده كله بس بعد الفاصل. مش عارفة الحقيقة أبدأ من فين، من اسكندرية ولا الدقهلية ولا اسماعيلية ولا أي المحافظات بالظبط. ما هو للأسف الشديد المشكلة دي موجودة في معظم محافظات مصر، ده لو ما كانش كلها. مهازل الأراضي الزراعية كتيرة جداً في المحافظات، والمشكلة الناتجة عنها مع الأسف واحدة بس. شكاوي واستغاثات كتير جداً وصلت لنا في خيط حرير عشان ننزل ونصور صرخات الفلاحين اللي مش لاقيين مية يروا بيها الأراضي، وده طبعاً بعد ما يقسوا وغلبوا من إرسال شكاوي لكل المسؤولين ولا حياة لمن تنادي. خدنا بعض المحافظات كمثال عن محافظات مصر كلها، اللي لو نزلناها كلها على بعضها كده مش هنقدر نكفي لحلقة ولا اتنين ولا عشرة عشان نقدر نوفي وعودنا مع الناس دي ونطلع شكوتهم. المهازل اللي ممكن تشوفها كتير جداً جداً في مشكلة الأراضي. فقلنا نبدأ كمثال بقرية نوسة الغيط التابعة لمركز أجب ومحافظة الدقهلية ومركز شربين بنفس المحافظة، ونسمع ونشوف بنفسنا كل المشاكل اللي عندهم إيه موضوع الأراضي الزراعية ده. قولي يا حاج، الارض اللي انا شايفاها دي بتتروي بالميه اللي وراك دي؟ الماكينه واقفه اهي وبنروي من هنا ونروي القمح. ازاي بتروي الارض بالميه دي؟ مش لاقيين ميه صرف صحي. مش لاقيين الميه، ما هي مش لاقيين غير ليش بديل. بس ده كده تسمم. ان شاء الله يكون مع نص البلد فيها فشل كلوي من هذا العمل. مش حرام كده؟ هنعمل ايه؟ البداله مكسوره وعملنا شكوى للمهندس، ورحنا للمدير العام، ورحنا لوكيل الوزاره بشكاوى معانا ارقام تلغرافات. طب انا عايز اسالك سؤال، انت بتاكل من الاكل او من الزرع والقمح اللي مروي بالميه البشعه اللي ريحتها ما تطقش، اللي احنا واقفين قدامها ومش قادرين نقف قدامها عشان ناكل منها كمان، وزباله زي ما انت شايفه، وكل الكلام ده كله باكل منها. اعمل انا ايه لو ما رويتهاش؟ تاكل منها ولا بتجيب اكل من بره؟ باكل منها. هاكل من ايه؟ ما هو ده غلة بوردها وبتجيلي قمح بعيش وبقى، وده اللي انا باكله. في غير كده؟ يعني انا عايز اسال، انتوا ساكتين ليه على كده؟ انتوا كده بتضروا الناس وبتضروا نفسكم، لو كنتوا بتاكلوا من الزرع ده. عاملين شكاوى، البداله مكسوره وما وصلناش ميه، وحوريها لكم على الطبيعه مكسوره، وعملنا شكاوى ورحنا للمهندسه اللي هي رئيس مركز اجا اللي احنا نتابعه، ورحنا للمنصوره المدير العام، ورجعنا رحنا لوكيل الوزاره في الخطه وفي ولا خطه ولا شفنا. بقالنا 3 سنين على هذا الوضع. كلكم بتروا بالميه دي؟ كل الناس اللي قريبين من الترع بيرووا منه، مفيش ميه. هتجي لنا منين؟ لازم نروي الزرع ده، هنعمل ايه؟ قول يا حاج، انت بتروي الارض دي منين؟ بنروي المصرف من هنا، ميه المجاري وميه الخارنجه وميه الخره لو مؤاخذه، وبنزرع منها وما بناكلش منها حلو ولا بناكل منها حاجه خالص. يعني انت بتزرع منها وتبيع المحصول وما بتاكلش منها؟ مش منها والله، ولا بناكل منها ولا بنشرب منها خير خالص. يعني انت ما تاكلش منها عشان خايف على نفسك والناس تسمم؟ ما احنا هنعمل ايه؟ ما احنا هنوديه فين الزرع؟ هنعمل ايه؟ ما احنا بناخد بالايجار فدان ب 6000 جنيه في السنه وما بناكلش منها خالص. انت كمان يا حاج بتروي ارضك بميه الصرف الصحي؟ من هنعمل ايه؟ نصيبنا كده، هنعمل ايه؟ بتاكل من الزرع ده؟ لا ده بايره اصلا قدامك اهي، الارض بايره هناك اهي. لا بس برضه فيها زرع. روحنا للمهندسه وعملت شكوى للوزير، للوزير ولفينا الدنيا، ما حد سال هنا خالص. طب وانتوا بتاكلوا منها برضه؟ بناكل فين؟ وانت شايف فين في زرع دلوقتي؟ فين؟ يا فيها زرع. لا انا سمعت ان انتوا بتزرعوا منها بس ما بتاكلوش منها، بتاكلوا من بره عشان هي مسممه.
هنرميه اتبعوه. ها؟ اتبعوه. بنبيعه. بنبيعه. طب انا عايز اعرف انتوا المحصول بتاعكم ده بيتباع فين؟ بيتباع في هنا للناس ناكله. بيخدم مناطق يعني جنبكم كده؟ مركز قوي كلها طماطم وكل حاجه بنزرعها. بص بقى، احنا لما جينا هنا القريه كنا جايين علشان نشوف مشكله الزراعه اللي فيها ومشكله الصرف الصحي وكده. خدنا بالنا كمان ان في مباني كتير قوي مبنيه على الاراضي الزراعيه. انا عايز اعرف ليه كده يعني، وانتوا ناقصين؟ بص حضرتك، الفدان هنا بتباع بنص مليون جنيه. لما بتبور الفدان 24 ايراد في الفدان بنص مليون جنيه كل ايراد، فبيبيعوا بدل بنص مليون بيبيعوا بعشرة مليون. مفيش أوامر إزالة بتجيلكوا خالص هنا للبيوت المخالفة اللي على الأرض الزراعية دي؟ انتوا أصلا عندكم مشكلة في الصرف الصحي وعندكم مشكلة في الأرض الزراعية علشان بتترمي من الصرف، مش ناقصين بقى كمان مباني تبقى على الأرض؟ هي أساسا الأرض فيها اللي مكفيها. والله حضرتك أنا رحت لرئيس الوحدة المحلية قلت له استغاثة من مواطن خايف على أكل عياله بكرة، قال لي إحنا عندنا قرارات مخالفة، المركز الشرطة ما بتحركش معانا، ما بتجيش، هنعمل إيه؟ خلاص الناس بتوصل كهرباء وتوصل مية وخلاص. بتوصل كهرباء وميه؟ بيوصلوا كهرباء وميه وبعيشوا وبيبنوا الدور والتاني والتالت والرابع. طيب بالنسبه بقى للاراضي اللي بتتزرع وبعد كده بتتروي بميه الصرف الصحي، انا يعني بص انا شفت بعيني الاراضي دي بتتروي بميه الصرف الصحي الخالصه، لا بقى بيكرروها ولا بيعملوها ولا بينيلوها، هي بتتروي كده زي ما هي، الميه اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي دي اللي مليانه زباله وصرف صحي وريحتها لا تطاق، يتروي بيها الزرع اللي احنا بناكله. تمام حقيقي حضرتك، واحنا بنبقى الضحايا، والمقابر ساعات بنروح بنودي بثلاثة أربعة كبد او سرطان او فيروس سي، البلد بقت منتشره وباء من زباله ومن ميه بناكلها ومن سمك بناكله، كل الكلام ده حضرتك يا استاذه مفيش حد بيعبرنا، ما دام احنا بعيد عن المدينه مفيش حد بيعبرنا. بص حضرتك المصرف دوت بادئ من عند محافظه الغربيه ماشي في كل بلد بتغير اسمه، يعني هنا اسمه مصرف سالم قدام مصرف كذا، بيوصل لغايه بحيره المنزل، يعني السمك بتاعنا بتغذى من ميه المجاري. السمك والمحاصيل الزراعيه وكله بقى يعني. لحوم حضرتك، ما هالبرسيم والحاجات العلف بتاع بالظبط برضه يعني، حتى اللحوم صابها الموضوع بالظبط. لحوم واسماك واراضي زراعيه، الثلاثه بيتضروا من الارض اللي احنا شايفينها دلوقتي، من الترعه اللي احنا شايفينها دلوقتي دي. دي مش ترعه، يا ريت ترعه. مصرف. مصرف. البياره بتضخ منه بتشد المجاري من البلد، في البلاد كلها هو بتجيبها هنا واحنا بناكل منها، يعني لا بتتحلل ولا حاجه، لا بناكل منها، وللاسف الفلاح ما بياكلهاش احنا بناكلها. احنا مشاكلنا دلوقتي بالنسبه دلوقتي بنعاني، احنا في 5 كيلو من ايه؟ من اساس الميه من البحر، ما بيوصلناش لايه؟ الري. يعني بناء على عزبه الارميل ودوكسون والوكالة بنعاني بقى لنا الوقت أكثر من يطلع 15-16 سنة. الفدان الرز ما بيجيبش إلا طن ورز، نص ورز، طن ونص. ليه بقى؟ ليه؟ ما فيش مية، مية حدا، ما فيش مية مجاري. المية المجاري ما بتوصلناش مية، بتتقفل الترعة ما بتوصلناش. توصلنا زي لو اتقفلت النهاردة ممكن ما بتوصلناش إلا بعد يومين كنت تقفل الترعة. في هنا نهر هنا طبعا من الصرف الصحي ومن البهدله اللي هي فيه. ايوه بس ما وصلناش الميه برضه، يعني بس بالنسبه للصرف الصحي مجاري وما بنلاقيهاش. انتوا بتسقوا بالمجاري عادي كده؟ بنسقي من المجاري، والارض ما بتجيبش، ما ده الارض سيادتك بايظه ايه؟ كلها الفدان بيجيب يا دوبك طن ونص رز. بنعاني منه، احنا في اول السنه بعنا ب 13 بعنا في اول السنه، النهارده ب 3000. طب ليه؟ الفلاح يعمل ايه؟ هنا عندنا هنا نهر هنا، يعني الوحيده الترعه دي، الوحيده الترعه، عاوزين ماكينه رف، مفيش ماكينه رف، هي الوحيده هنا اهو، الترعه دي اللي طلعت المناظر دي هي الوحيده، ما بيجيلناش ميه خالص نهائي، ومحرومين من الميه اللي هنا نهر هنا اهو، البحر اللي هو نمره واحد مفيش. انتوا بتاكلوا وتشربوا منين؟ برضه من ميه الصرف الصحي دي؟ بهرس يا والدين يا والدين مقلوبه كلها، كلنا يعني مناظر لما تكشفها على العالم دي كلها نسبة 95% اللي فشل واللي كده واللي كده واللي كبد كله ما فيش.
لي يا حاج انتوا كام ارض عندكم هنا بارت؟ طبعا انا بناشد الجماعه المسؤولين اولا. احنا عندنا هنا في الدلتا اكتر من حوالي 2 مليون فدان بيروا ماء الصرف. الصرف ده طبعا بيقلل من نسبه المحصول، والفدان اللي كان بيجيب مثلا من 4 ل 5 طن من 5 سنين النهارده بيجيب له مثلا 2 طن طن ونص. ففي الحاله ديت عدم وجود مياه اللي هي كويسه، الفلاح بيشتري مثلا كان بيكفي الفدان بشكارتين سماد بياخد له اكتر من 10 شكاير سماد عشان يقوي الزارع، يبقى اذا برضك بيعمل عجز في موضوع الايه الاسمده. طيب احنا بنطالب كده بحوالي 2 مليون فدان ان احنا نعمل في النهايات مكان رفع، هو مية صرف برضه، بس بنطالب بمكان تحلية ان هي تبقى مية كويسة تبقى زي صالحة للزراعة، لان طبعا كل المية اللي احنا بنروي فيه به غير صالحة للزراعة، والارض طبعا بتقل في المحصول، وطبعا احنا كلنا فلاحين بننزل في المية وبنتعور، والمية دي كلها محملة بفيروس سي، احنا بنهاجم فيروس سي من جهة وهو بياكل في جتنا من جهة تانية، لان طبعا احنا كلنا معرضين صوابعنا تتعور، سرنجة تخش في صابعنا مش عارف ايه، كلنا معرضين. فاحنا بنطلب بمكان تحلية في نهاية في بداية البحور، بنطلب بمكان تحلية ورفع. النهاردة كل واحد قاعد على مكتبه ما بيجيش يشوف المشكلة. المشكلة دلوقتي ان ما فيش مي، هما لما عرف ان في تصوير بتاع ضغط لي شوية مي. طب انا داخل على صيف وداخل على رز وداخل على مطلوب مني ان الترعة دي كل يوم تكون ملانة مي. على كده احنا المفروض نيجي نقعد معاكم بقى علشان يقعدوا يدوكوا مية على طول، ما يقطعوهاش عنكم، اللي هي مية الصرف الصحي برضو في الاخر. خلي بالك في النهاية حتى الحاج اللي بيقول لك احنا عندنا نهر، النهر ده مية صرف اسمه خارج نمرة واحد، بيتجمع صرف البلاد اللي حوالينا كله، واحنا اللي احنا بنشربه بنرجع ايه اللي احنا معلش بنستعمله بنرجع نشربه تاني. الفلاحين مش لاقيين مية ري نظيفة ولا صالحة علشان يرووا بيها أراضيهم، فبيضطروا يرووا زرعهم من مية المصرف، والمصرف ده كمان بيمر في كذا محافظة تانية لحد ما بيصرف في بحيرة المنزلة لو فاكرينها. يعني مش بس المحصول اللي احنا بناكله ملوث، ده كمان الثروة السمكية ملوثة جدا، لأن بيعيش السمك في مية الصرف الصحي في الآخر، كله مخدم على بعضه يا جماعة بذمة ده يرضي ربنا. لقوا كمان معظم الفلاحين اللي بيرووا من الصرف الصحي مش بياكلوا من أراضيهم، لكن هو مضطر يبيع المحصول لأنه ما عندوش حل تاني، ده رقم واحد. أما رقم اتنين بقى، هما ما بيعملوش حاجة مخالفة على فكرة بكل اللي انتوا بتشوفوه ده، ولا حاجة من ورا الوزارة مثلا، لا ده مصرح ليهم يرووا بمية الصرف الصحي اللي كلها سموم، لكن طبعا مش بياكلوا منها لأنهم عارفين كويس جدا المية دي عاملة ازاي، واحنا لو مكانهم هنبقى عارفين برضه هي عاملة ازاي. فالآخر بقى كلهم بيعرضوا الناس للسرطان والفشل الكلوي وأمراض تانية كتير جدا جدا ممكن تكون فتاكة للإنسان بسبب مية الصرف الصحي. مية الصرف الصحي فيها كل ما يخطر على بالك من ملوثات، وسمعنا واحنا هناك إن المسؤولين عن المشكلة دي في القرية دي يعني اتصلوا بيهم وطلبوا منهم يحلوا المشكلة لما عرفوا إن احنا رايحين، لكن الناس كان فاضيها خلاص. صمموا بقى على إننا نصور المهزلة دي مهما كان التمن ومهما يحصل لهم بعد كده. ده غير بقى المباني الكتير اللي احنا شفناها على الأراضي الزراعية دي، وكمان كاملة المرافق فيها نور ومية وكل حاجة هم عايزينها. طب إزاي؟ الوحدات المحلية إزاي توصل لهم مرافق وهم مخالفين للقانون أصلاً؟ ولا هو كل واحد يغش ويطلع ورق يخرب بيه أرض زراعية مش بس نسكت له، لأ وكمان نساعده؟ ده من كتر المباني هناك القرى بقت موصلة لبعضها، والنبي مين المسؤول؟ لما رقعة الأراضي الزراعية قلت مساحتها بالشكل ده وبقينا بنستورد أكلنا من برة، طب قلنا نشوف بقى نوابنا البرلمانيين الجدد دورهم إيه بالظبط في الموضوع ده. فسألنا وعرفنا إن في منهم النائب فوزي الشرباسي.
طيب انا دلوقتي واقفه قدام ترعه مليانه ورد النيل، واضح ان هي صرف صحي. عايزه اعرف انتوا دي بيتروي بيها المحاصيل الزراعيه؟ طبعا ديت بيتروي بيها الاراضي الزراعيه، و يعني عايز اقول ايه بقى، الفلاحين والناس اللي انت شايفهم دول كلهم اللي جابونا، لما تبص على ترعه زي دي كده المفروض لما بيكون فيها حتى الميه ولو بنسبه قليله ما يطلعش فيها الهيش والغاب اللي طالع ده، انما بيبقى ورد نيل بس. انما اللي انت شايفاه او اللي الكاميرا هتجيبه ده هو كله بسبب ان الميه بتقعد بفترات كبيره جدا ما فيش ميه في الارض، فبتبقى طينه، فالطينه دي بتطلع الغاب والحاجات دي كلها. طيب انت كنائب مفروض ان في مشاكل كتير قوي في الدايره بتاعتك، ومن ضمنها طبعا الصرف الصحي اللي بيسقوا بيه الزرع، وكمان التعديات على الاراضي الزراعيه. يعني في ناس كتير قوي بتقول الاراضي الزراعيه تتقلص من كتر ما الناس بتبني عليها مخالف، فانا عايزه اعرف هل ناقشت المشاكل دي او المشكلات دي عندك في مجلس الشعب ولا لا؟ هنشوف المشاكل اللي الناس بتعاني منها كلها وهنتكلم فيها واحده بواحده. وانا برأي بصفه ان انا راجل فلاح ومن دايره كل اللي فيها فلاحين، وزي ما كل عارف ان مصر اساسها الفلاح، ولولا الفلاح ما كانش هيبقى فيه الدوله، والدوله مش قايمه لحد دلوقتي. طبعا يكون شرف كبير ليا ان انا اكون من وسط الناس دول، ولما لقوهم محتاجين حاجه وبيعانوا من حاجه اجري واحارب عليها واتكلم عليها لغايه ما نحل لهم مشكلته الكل واحد. بس انا عايز ادي صوره للجماعه المسؤولين، سواء كان من محافظ او رئيس مجلس مدينه او رئيس شركه وزاره الري، رئيس الري الغرب الداهليه او وكيل وزاره الري والكلام ده كله. احنا عايزين نتعاون مع بعض، انا مش جاي لك عشان اصدر لك مشكله، انا مش جاي اقول لك انت ما انتش شغال، انا جاي اقول لك ده في مشكله هيت، يلا انا وانت مع بعض نتعاون ونحلها. انت بالفعل عندك مشكله، انت ما بتصطنعش المشكله، المشكله موجوده ومرئيه، يعني متشافه، مش محتاجه ان حد يتكلم فيها. من اكبر المشاكل اللي الناس بتعاني منها، هي المشاكل كتير، بس مشكله الري اللي لقيتها واجهتني في كل البلاد والله. لغايه امبارح بصلي في بلد، يعني الناس كلها، يعني لو قلنا يا جماعه ده كده كنت هتلاقي مثلا مليونيه قدام مننا هنا كده عشان خاطر الري. فاحنا بنقول يا جماعه ارحموا الفلاح الغلبان اللي بيطلع عينه، واللي هو اللي شايل البلد، ومع ذلك هو الوحيد اللي حقه ضايع، وهو الوحيد اللي دايما بنيجي عليه، وهو الوحيد اللي ساعه ما يعمل حاجه نقطع رقبته. في اراضي عندكم اصبحت بور دلوقتي من الصرف الصحي ومن الميه الملوثه دي؟ فعلا فيه اراضي كتير جدا، وفي اراضي المحصول ما بيكملش فيها، واللي بتظلم الفلاح الغلبان. ميه الري دي مش فيها صرف صحي؟ فيها صرف صحي. طيب. وفيها صرف اراضي، وفيها صرف صحي، بس احنا الوقت هم حتى ما همش لاقيين الميه بالصرف الصحي اللي يروبه. انا بقول لحضرتك لو جيت من قبل كده باسبوع، يعني هم يمكن علشان المسؤولين عرفوا ان في قناه وهتيجي وهتصور، يمكن هتلاقي فيه ميه في الترع. قال لنا بصراحة أن كل القرى بالمركز ما فيهاش مية ري أساساً، وأن منسوب المية في الترعة ضعيف جداً جداً، وأن ورد النيل والزبالة سدوا الترعة خالص. ولما عرفوا برضو أن احنا نازلين نصور، طبعاً عرفوا قبلها أكيد من البلد، جابوا رافعتين يشيلوا بيها ورد النيل وينظفوا المجرى المائي. بس حظهم الوحش بقى أن احنا صورنا لهم وهم بينظفوا الترعة إن جنبهم في ماسورة صرف صحي بتصب على الترعة مباشر. طب انتوا كده بتعملوا ايه؟ لا مش فاهمة، يعني فرقت ايه انك انت تشيل من الترعة وفي نفس الوقت بترجع فيها اللي انت بتشيله تاني من الناحية التانية؟ وبعدين اما انت بتشيله بتحطه ليها على الجوانب؟ ما هو اللي انت بتشيله وبتحطه على الجوانب ده ممكن يرجع ينزل تاني، ولو ما نزلش فهو بيعمل ريحة صعبة جدا جدا للناس اللي حواليها. ما بني على باطل فهو باطل. وكمان جالنا شكاوي كتير جدا من 30 قرية في اسكندرية في قطاع مريوط. هنشوف معاكم دلوقتي عايزين ايه بالظبط وايه مشكلتهم في موضوع الأراضي الزراعية ده، بس بعد الفاصل. أرجوكم 120 ألف فدان اتسحروا في منطقة مريوط في العمرية تبع اسم تاني العمرية، باظوا من قلة المية واتدمروا، والمحصول نزل 99% منه، يعني احنا هنطلع أردب أو أردبين، والخضروات انعدمت،
يبقى احنا كده عملنا فجوه في الدوله الغذائيه. بتاكلوا من الخضروات اللي انتوا بتطلعوها بميه الصرف الصحي دي حاجه؟ ما بناكلهاش بيني وبينك عشان احنا عارفين مصدر ام الميه اللي بتروي بيها، ما بناكلهاش وبيصعب علينا الناس. كل من هم في الري عارفين الكلام ده كويس، ان في 2 مليون متر مكعب من مصرف العموم بيروحوا عن طريق المكس، بحيره المكس، على طريق المكس على البحر على طول باتجاه المكس مباشره. احنا دلوقتي المايه دي مش مكفيانا ميه الري دي، وهم محولين ميه الصرف الصحي على مصرف تعمير الصحاري واحد واثنين على المحطه اثنين هنا. ومحطه الارض اخبارها ايه طيب مع ميه الصرف الصحي والصناعي والزراعي دي؟ انتاجيه المحاصيل كلها مدمره. مدمره بمعنى ايه يعني؟ يعني لا تصلح للاستهلاك الادمي. انا عرفت ان حضرتك مستثمر وانك كنت عايش بره ولسه راجع، وبعدين عندك مشكله كبيره في الاراضي الزراعيه وعندك ارض زراعيه كبيره مش صغيره، فانا عايز اعرف بالظبط المشكله من حضرتك. انا اسمي محمود الرفاعي، صاحب شركه النيل للتامين بكاليفورنيا، وكان ليا حلم ان انا اجي واجيب اولادي هنا وزوجتي واستثمر في مصر. انا نزلت 3 مليون دولار هنا مصر، واشتريت أرض زراعية مساحتها 221 فدان، وللأسف بعاني من يعني فشل ذريع للأسف بسبب سوء المياه. ومن سنة 2011 وإحنا بنتعامل مع وزراء الري، وللأسف في بطء شديد في التنفيذ واتخاذ القرارات بالرغم أنه واضح، والوعود دايما غير صادقة للأسف يعني. طيب يعني قول لي حضرتك بالظبط مشكلتك مع الصرف الصحي، ان الارض بتبور ولا حضرتك زرعت والمحصول طلع مش كويس؟ انا عايز اعرف بالظبط المشكله اللي حضرتك واجهتها. انا سمعت ان عندكم هنا الصرف صحي وزراعي وصناعي كمان يعني، فانا عايزه اعرف الموضوع وصل معاك لحد فين. الارض شغاله بس محصولها فيه مشكله ولا الارض باظت خالص؟ لا، في اول زراعه الارض بتنتج جميل جدا، انما لطول مناوبات يعني احنا عندنا مناوبه وصلت ل 52 يوم، وده طبعا في الزراعه ما بينفعش، الارض بتحتاج ري، فترات ري اقل من كده في ال 20 يوم، انما هم محددين لنا 30 يوم، وده طبعا مع ملوحه الميه بتزيد ملوحه الارض وبيضعف الزرع، فكل ري الزرع يخف ويقل لدرجة ان انتاجية الفدان بتوصل بالنسبة للقمح 5 أراديب، وصلت معاه 5.5 أراديب السنة اللي فاتت، وده بسبب ملوحة الارض واستخدام الصرف الصحي والزراعي والصناعي في ري الاراضي الزراعية. انا سمعت برضو ان الوزير كان اداكوا وعود، انا مش عارفة ايه هي الحقبة الزمنية اللي حصل فيها كده، فانا عايز اعرف من حضرتك. اسبوعين، والاسبوعين دول كانوا في 2013 اسبوعين، وانما الاسبوعين دول ما حصلوش خالص. ده بالاضافه ان ادانا درس في الادب طبعا، وقال لنا بس اهم شيء ما يخلصوا لكم الحاجه بتاعتكم تبقوا تشكروهم، واحنا بنشكرهم اهو بس يخلصوا لنا الحاجه بتاعتنا. حضرتك ناوي تعمل ايه؟ ناوي تقدم شكوى كمان او تحاول تقف للموضوع، ولا ناوي تعمل ايه بالظبط؟ انا حاليا بفكر ان انا ابيع الارض وارجع تاني زي ما كنت. انا لو كنت سبت ال 3 مليون دولار دول في امريكا، واحنا بنتكلم على الاستثمار والناس هنا تشتغل، احنا بنشتغل في الحر في السقعة في الشمس في الظل، بنشتغل علشان ننتج، وللأسف مش عارفين ننتج. يعني احنا بنستنجد بالبرنامج ان صوتنا يوصل للسيد رئيس الجمهورية، لان احنا مش عارفين احنا رايحين فين. شفتوا الراجل عاش طول عمره في امريكا وكان عنده شركة بتجيب له ملايين، بس حلمه زي معظم المغتربين ان خيره في الاخر يرجع لبلده ويكون للأرض اللي هو أكل منها في يوم من الأيام مستثمر. فقرر إن هو يجيب مراته وولاده ويجي يعيش في مصر ويستثمر أمواله فيها. اشترى حتة أرض في قطاع مريوط، لكن الأرض ما طرحتش. طبعاً هتطلع زرع إزاي ومفيش مية تتروي بيها أساساً؟ ولما بتتروي بتتروي من مية الصرف الصناعي والصحي، يعني موت وخراب ديار كمان. الراجل ندم ان هو فكر في بلده في يوم من الايام وفكر يرجع،
وقال هبيع الأرض وارجع تاني أمريكا. ليه كده يا مسؤولين؟ يعني اللي بيجي يستثمر عندنا نزهقه ونطفشه تاني بإيدينا؟ ده كلام؟ ده حتى حسب كلامهم وزير الري ما وفاش بوعده معاهم لما قابلهم من سنتين وقال لهم أسبوعين بالظبط ومشكلة الري تتحل، ولسه الأسبوعين ما خلصوش الحمد لله. ده غير بقى أن كل المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية في قطاع مريوط كان إنتاجها كله بيتصدر برا، وده علشان جودة أراضيها كانت جميلة جدا. دلوقتي خلاص الأرض جات لها الملوحة وبارت، ولو طلعت محصول بيكون مسرطن من الصرف الصحي والصناعي. طيب ندخل بقى على المشكلة الأكبر. مش بس مشكلة الأراضي الزراعية إنها بتتقلص من نقص المياه الري، لا، وكمان في مافيا التعدي على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة وتبويرها عن قصد. طبعا ده طمعا في حلم الثراء السريع، وبرضو المسؤولين عاملين ودن من طين والتانية من عجين. احنا حلقتنا النهاردة بنتكلم فيها عن التعديات على الأراضي الزراعية، وانتي كنتي نموذج من نماذج اللي تصدت للبنى على أرض زراعية، وبسبب ده انتي تم إقالتك من وظيفتك. انا عايزة اعرف بالضبط تحكي لي وتحكي للناس ايه اللي حصل. اللي حصل بالضبط ان انا كنت رئيسة للوحدة المحلية بدواي من 18/1/2015 حوالي سنة. طبعا انا تصديت لكل اي تعدي على الارض الزراعيه بكل قوه، يعني ما بميز بين حد وحد، كل الناس زي بعضها عندي. فالمهم انا عندي موظف في الوحده جه يوم 9/4 وتقدم. طبعا انا كان عندي الموظف ده يعني ما هوش كويس، من اللي هو بيعمل اي حاجه في اي حاجه، رخص غاليه جدا كده، وكان من يعني ما هوش كويس يعني. المهم فجالي ان في موظف تاني عاوز يعمل رخصه بتاعت منزل من ضمن الرخص، يعني من ضمن الاوراق. المهم فالمفروض الموافقه التخطيطيه دي بتتم بعد كذا مرحله مش في يوم واحد. فأنا طبعاً اتفاجئت إن في يوم 9/4 ده اتعملت له موافقة تخطيطية، وفي يوم 9/4 اتعمل له نموذج رخصة عليه في نفس اليوم، وفي يوم 9/4 جايبين مذكرة من المحافظ عرضها عليه رئيس المدينة، والمحافظ بيقول أوافق حسب الإجراءات القانونية وكده. فأنا طبعاً أنا استغربت، أنا معرفش دي إيه بالظبط. فاتفاجئت إن هم بيعملوا رخصة البنزينة على الأرض الزراعية، في حين إن في يعني في حوالي 20 كيلو في 3 بنزينات. فانا اخذت الورق وطلعت على البير المحافظ بتاريخ على معرفت قبله كان حوالي 18/4 كده يعني. فقلت له يا فندم حضرتك المذكره دي انت مضيت عليها وكده. طبعا زعق جدا، وازاي وانا ما مضيتش دي ولا مضيتها. والمهم يعني فقال لي برافو عليكي وانت انسانه كويسه جدا وان شاء الله ليكي مستقبل كويس جدا، وشكرني. قلت له خلاص انا هوقف كل الاجراءات بجواب للاداره الهندسيه. وفعلا عملت يوم 20/4 جواب للاداره الهندسيه، مذكره من عندي بايقاف كافه اوراق الترخيص ده، لان هو مش ما هوش يعني مش مظبوط باي شكل من الاشكال. وقفته. فجوم يوم انا يوم 16 لغوا تكليفي. فطبعا انا طلعت على المحافظه بقول للاستاذه رئيسه الشؤون العاملين عندنا الوضع ايه؟ قالت طبعا غلط، لان انت قرارك بقرار محافظ، وما يقدرش رئيس مدينه يلغي تكليف محافظ. المهم فطبعا انا توجهت للمكتب المحافظ عشان اقابله، ما عرفتش اقابله. قدمت له مذكره كده بالواقع اللي حصلت بالظبط، فما عرفتش اقابله. فطبعا يعني في خلال اسبوع كده قابلته اخر الاسبوع. فبقول له حضرتك الورقة دي بتاعت حضرتك اللي احنا لغيناها من 4/2. قال لي لا هي مش دي، لا يا معالي الوزير يعني حضرتك هي دي. كان معاه ناس طبعا، كان معاه عدوين مجلس الشعب، واحد من دايرتنا واحد من دايرة تانية. فقلت له فندم حضرتك الورقة دي حضرتك عارف ان احنا لغينا الكلام ده من 4/2 بجواب للإدارة الهندسية. فيبص كده في الورقة يقول لا مش دي. لا قلت له معالي الوزير حضرتك هي دي، ودي امضة حضرتك، وبعدين في كتاب دوري بيقول 51 ان ممنوع التعدي على الارض الزراعيه. قام قال الكتاب ده انا ماليش دعوه بيه.
قام عامله كده أم يعني رمي. عمله بايده كده فقلت له ازاي يا فندم ده بتاع محافظ سابق يعني ما تلغاش وبعدين انا هتعدى على الارض الزراعيه ازاي يعني يا واحد يقول لك لا تفريط في متر ارض زراعيه واحنا كده عادي طيب انا دلوقتي عايزه اعرف هي البنزينه دي خلاص بتتبني البنزينه اتبنت مفروض اللي بيوقف في الحاجات دي الوحده المحليه طبعا ترخيصها طلع يوم ايه ترخيصها طلع يوم 26/11 2015 طيب انا طبعا محتاجه ان انا اشوف البنزينه محتاجه ان انا اشوف هي قائمه فعلا وفي غيرها على نفس الطريق تم هدمه او تم ازالته فهتبقى حاجه غريبه بصراحه يا ممكن حضرتك هتنزلي تصوري وهتشوفي هتشوفي البنزينه اللي اتبنت بموافقه جميع الجهات في المحافظه رئيس المدينه والمحافظ والسكرتير على فكره السكرتير المساعد برضو الاستاذه هناء هددتني في الموضوع ده وقالت لي امضي يا غبيه قلت لها انا اسفه يا استاذه هناء انا مش غبيه ومش همضي على حاجه غلط حضرتك عايز تمضي براحتك يعني انا مش هعمل حاجه غلط يعني كده المحافظ موافق الاستاذه السكرتيره المساعده كانت موافقه الرؤساء رئيس المدينه موافق وكلهم يعني جميع الجهات في المحافظه كانوا موافقين بصراحه يعني ما فيش اي اعتراض سلام معقول لسه في سلوك سيء وفي فوضى بالشكل ده الست كتر خيرها ضميرها ما استحملش انها توافق وتمضي على الملف الغلط ده وتطلع تصريح بناء بنزينه على الارض الزراعيه فكان جزاءها بقى انهم يفصلوها من شغلها خالص بين يوم وليله ما هو اللي بيعمل الصح وبيعامل ضميره دلوقتي ملوش مكان ولا لازمه وعجبي عليك يا زمن ده غير ان القانون لا يسمح ببناء بنزينة على مقربة من بنزينة اخرى وللأسف في هذا المكان بنزينتين تانيين قريبين يعني هيصة ومولد وصاحبه غايب ده بقى كله كوم واللي هنشوفه دلوقتي كوم تاني خالص بعد الفاصل انا حضرتك اسمي هاني سلامة عبد الجيد مقيم في قرية ابو خليفة مركز الجنتر غرب محافظة الاسماعيلية تصديت لوقعة فساد وابلغت عنها حضرتك ضد مسؤولين كبار في محافظة الاسماعيلية استولى على ارض 400 فدان وصلت ل 600 فدان حضرتك اتقسمت واتباعت بالجراط واتبنى عليها وارض زراعية اتبورت حضرتك املاك دولة ومعايا المستندات اللي بتقول الكلام ده حضرتك من تحريات اموال عامة حضرتك قسموها وباعوها بالجراط تربحها في الارض دي ب 6 مليار او 7 مليار بنوا عليها حضرتك الارض دلوقتي مبنى عليها كلها كامله اتبورت ارض زراعيه حضرتك اتبنى عليه في المحاضر الرسميه اللي بيعملوها ان ما فيش اي حاله تعد الارض زراعيه وموجوده على الورق زراعه على الطبيعه ارض كلها مباني حضرتك ان انا ابلغت عن وقعه الفساد ده حضرتك ضد مسؤولين كبار في محافظه الاسماعيليه ماشي حضرتك جت عليهم تحريات اموال عامه انه فعلا افسدوا وسرقوا ارض املاك الدوله حضرتك بعتوا لي بلطجيه او يعني هم يعني حضرتك البلطجي جم لما تحرضوهم علي وجم خدوني من بيتي وخدوني حضرتك جردوني من ملابسي وضربوني وضربوا مراتي وضربوا ابني وخطفوني وخطفوا ابني حضرتك وربطوني على عربيه نص نجل وجردوني من ملابسي وخدوني في العربيه حضرتك في المكان اللي ابلغت عنه وربطوني على عمود كهرباء عريان حضرتك وقعد يعذبوا فيا لما مراتي راحت لظابط النقطه حضرتك وقالت له وترجاته ان هو يجي ينجدني من ايد البلطجيه فحضرتك عشان ابلغت عن وقعه الفساد ديت طردوني من الاسماعيليه وسكنوا الناس بلطجيه بيتي وانا متشتت في الشارع دلوقتي انا وعيالي بقالي سنه ونص لا انا مش عارف لي مكان اقعد فيه طيب انا عايز اعرف منك انت دلوقتي اما تعذبت وعملت كل الحاجات اللي زي دي وانت رحت اتكلمت وكده ليه ما طلبتش منهم انه ما يبقاش فيه تعدي عليك تاني او ليه ما يعني عدم تعرض مثلا ما حضرتك عشان في ناس مسؤوله كبار فما ما قدروش يحموني من اي من حضرتك من ما قدروش يحموني من انت اصلا كنت بتشتغل ايه بالظبط تاجر مواشي انا كنت تاجر مواشي ايه اللي وصلك للمستندات والحاجات اللي انت بتتكلم فيها دي انا حضرتك ابلغت عن الواقعه دي حضرتك لان انا مقيم في المكان وابلغت عنه ولما حضرتك جبت معاينات من الاملاك اللي هم بعد كده زوروها حضرتك ان الارض ملك ناس وراحوا جابوا معاينات في مكان تاني غير المكان اللي انا بتكلم عليه راحوا جابوا ان الارض ملك ناس انت قاعد في الارض دي ولا انت كنت قاعد في مكان في جار الارض دي حضرتك وعايزين ياخدوا قرار تمكين على الارض
عشان يحمي نفسه. فحضرتك ان انا ابلغت عنهم، فجه ضابط الاموال العامه راجل محترم اهب مصطفى جه وقال فعلا المسؤولين دي سرقوا الدوله. هي ارضهم مش كده؟ لا ده ارض دوله مش ارضه، ارض دوله ملك دوله، ارض زراعيه اتبورت واتبنى عليها ودخلها مرافق من كهرباء وميه ماشي، وحضرتك دلوقتي بيدخلها في صرف صح، لان حضرتك هم دلوقتي قائمين على اللي انت عملتها ومستندات اللي قدمتها ما عملتش حاجه. ما عملتش حاجه حضرتك، المحضر في النيابه دلوقتي تحول للخبير، الخبير بيطلب مني ان انا اجيب خرايط ومستندات للارض بما يعادل ب 30,000، اروح اجيب خرايط للدوله ان انا اوريهم الفساد. وانا ما معيش ان انا حضرتك، يعني انا مش قاعد في الشارع دلوقتي، ماليش مكان اقعد فيه انا وعيالي. يعني هو مواطن عادي خالص شاف الارض الزراعيه اللي جنبه بتبور على عينك يا تاجر، والارض دي مش قراط ولا فدان، دول 600 فدان في الاسماعيليه. راح بلغ على التعديات دي والنيابه العامه بتحقق في الموضوع، لكن المافيا دول كانوا اكبر واقوى من اي حد تاني. خطفوا الراجل وربطوه على عمود النور وعذبوه، وخطفوا ابنه كمان. شفتوا بجاحة اكتر من كده؟ مش بس كده، دول لفقوا له قضايا وكمان هجروه بالعافيه من الاسماعيليه من بلده كلها، كل ده علشان خاف على الارض الزراعيه وكان عنده ضمير. يا ناس، يا حكومه، يا مسؤولين، دي الارض عرض وده اللي احنا تربينا عليه كلنا. ازاي ده كله بيحصل ونرجع نقول اقتصادنا بيضيع مننا؟ احنا اللي بنضيعه بايدينا. عارفين ليه؟ عشان فينا ناس طماعين ومديين للضمير اجازه مفتوحه الى من يهمه الامر. احموا الاراضي الزراعيه في مصر، احموها من التصحر والتبوير. تصبحوا على خير. مسكين المواطن المصري مش عارف يلاقيها منين ولا منين. خيط حرير يخترق العالم الفاسد للاغذيه منتهيه الصلاحيه والاغذيه المغشوشه والغير مطابقه للمواصفات. اين دور الرقابه على هذه الاغذيه؟ وكيف يكون العقاب لهؤلاء المفسدين؟ العشوائيات اللي عندكم في القاهره واللي ساكنين في المجاري ده كله جاي تقول لي فرخه؟ طب انت ايه صحيح؟ لا والله انا منتهى الصلاحيه. ممكن يوصل له قرص من ده على شويه شيدر، الدنيا كلها تمشي مع بعض. كان عندي 30 كيلو النهارده والله على مقلب الزباله. بس مع الاسف الشديد، يا ريت جت على الكبده والجبنه والفراخ والسمك وبس. نرفع الاقنعه لنصطدم بالواقع في المجتمع المصري. صحوا الحاجه الجميله اللي جواكوا يا مصريين.